يعني خبر مقلق، وإن شاء الله ما يأثر على إنتاج زراعة القهوة. لنعرف تفاصيل أكثر بينضم لنا من الرباط الخبير المناخي والبيئي الدكتور عادل بن يوسف. صباح الخير دكتور عادل، يعني طمنا على إنتاج القهوة يعني واستخدام بذور التمر البديلة، ولكن بداية ما هي الأضرار البيئية اللي بتحدث جراء زراعة بذور القهوة الطبيعية؟ صباح الخير والأمل والاستدامة شيرين وجاد. أهلا وسهلا. يعني القهوة هي مطلوبة في العالم كامل، والقهوة يعني اليوم من متطلبات الحياة الأساسية. يعني بالطبع زراعة القهوة لها مضار للطبيعة، وخاصة متأتي من استخدام مبيدات الحشرات، وهذا الاستخدام المفرط هو ناتج لأن الاستهلاك للقهوة في يعني في 10 سنوات ازداد ب 20%. فهذا الطلب الكبير من العالم لابد أن يكون هنالك إنتاج، ولتوفير هذا الإنتاج هنالك استخدام مفرط للمبيدات الحشرية لمكافحة الآفات والأمراض اللي متأتي عنه، يعني أنه هنالك يعني إدارة في المياه والنفايات التي منتجة، معناتها النفايات التي تذهب إلى المياه لها آثار آثار كبيرة. كذلك لإنتاج هذه الكمية الكبيرة من القهوة لابد من استعمال المياه، والاستعمال هنا مفرط للري وكذلك لمعالجة الحبوب البن. معالجة الحبوب البن تتطلب كثير من المياه مع ندرة المياه في التغيرات المناخية. وكذلك هنالك تحويل وإزالة الغابات خاصة في المناطق الاستوائية وتحويلها إلى مزارع للقهوة، وهذا يضر كذلك، يعني يؤدي إلى توليد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وفي الأخير إزالة الغابات ويولد فقدان التنوع البيولوجي في المناطق الاستوائية، ونحن في حاجة إلى التنوع البيولوجي. فالآثار اليوم البيئية للمزارع القهوة هو آثار كبير، ولا بد من تغيير طرق الاستهلاك وطرق الإنتاج. وهذا هو التغيير الذي لابد أن العالم يصل إليه لمعالجة مشاكل التغيرات المناخية. طيب، يعني أنا كده فهمت من يعني كلامك يا دكتور إنه للحفاظ على الأشجار القهوة أنت بتحتاج إن يعني في استنفاذ لموارد الموارد المائية، استنزاف للموارد المائية، إلى جانب الحفاظ على الأشجار بتضطر إن أنت تلجأ للأساليب الكيميائية علشان تحافظ على صحة الأشجار اللي هي أشجار القهوة. وإلى ذلك، هل اللجوء لبدائل بذور التمر والجوافة هو الحل من وجهة نظرك؟ لأنه بالنسبة لعشاق القهوة الحقيقية ده خبر صادم يعني. لا، هو بالضبط، يعني الحل حلين. الحل الأول لابد من الاتجاه إلى يعني بدائل أكثر استدامة للقهوة الطبيعية. وأنا بنطمنكم يعني لو بتتعودوا يعني على بذور التمر والجوافة والقهوة المتأتية من هذه المواد، فالطعم يعني هو نتكيف، يعني هذا هو التكيف. يعني جربت يا دكتور، يعني جربت القهوة عن طريق بذور التمر او غيره، يعني تدينا انقل لنا تجربتك. يعني منذ اكثر من 15 سنة انا مجرب. صحيح. يعني يعني ليس جديد، يعني هو مختلف عن طعم القهوة الحقيقي او الاساسي. مختلف لكن مش كثير، يعني لو بتجربوا بتنجموا تتعودوا عليه. وكذلك يعني زراعة القهوة، يعني ربما نحن الاستهلاك المفرط في بعض البلدان لابد من التقليل، وهنالك زراعات بيئية وزراعات يعني تنويع الزراعات، ما نقول له زراعة العضوية.
يعني الفكرة يا دكتور انه انا ما اعتقدش من وجهة نظر المتواضع انه استخدام انه معدل انخفاض استخدامنا للقهوة هيقل، ده نظر لانه كل يوم في محب جديد لشرب القهوة، اللي ما يعرفش القهوة بمجرد ما بيجربها بيبقى بيزداد او بيرتبط بالقهوة ارتباط شديد جدا، فاحنا كل يوم بيزيد فرد جديد لمحبي القهوة بشكل عام، فالموضوع في تزايد مش في تناقص يعني. لا يا لكن هنالك تعديل، والتعديل سيصير عن طريق، لان نحن من المنتظرين، وانا كخبير في الاقتصاد وخاصه اقتصاد التغيرات المناخيه، اسعار القهوه ستلاحظ ارتفاع في السنوات المقبله. يعني اليوم الاقبال على القهوه هو متزايد، وهذا صح جد، لكن التعديل سيكون بالسعر، والسعر سيكون غير متناول للجميع من صفة أولى، وثانيا ربما سيصير تقليل من الاستهلاك لأن السعر سيكون باهظ، ولكن البدائل موجودة. يعني البدائل لابد أن نذهب للبدائل، والبدائل هي في صالح العالم العربي، لأن يعني العالم العربي منتج للتمور، وهذه يعني فرصة لتبديل يعني واستعمال هذه النفايات. بالنسبة لنا احنا يعني بذور التمر هي نفايات، لكن يمكن. طب دكتور، بذور التمر والجوافة هل لها فوائد أم والكافيين نفس نسبة ذاتها يعني؟ لا، مش نفس نسبة الكافيين يعني، هي مختلفة. لكن في يعني في النكهة وفي كذلك ما تفعله للدماغ هي بتعوض. يعني انا باكد لكم اللي ممكن ان اتعوض، وهذا هو التكيف الذي سيصير في العالم. يعني في القرن العشرين راينا استهلاك القهوه، ومعظم الناس ذهبوا الى القهوه لانها هي لم تكن طبيعيه، يعني لان العمليه كانت عمليه هناك تسويق كذلك. اليوم يمكن تسويق إلى بدائل، والبدائل يمكن أن تدخل في القرن 21 وتصبح يعني في متناول الجميع والناس كلها، وهذا هو جانب من معالجة المشاكل التي سنتعرض لها في التغيرات المناخية. حقيقة موضوع مهم جدا، لأنه محب القهوة يعني الارتباط بالقهوة شديد للغاية، يعني هو ممكن يتنازل عن الأكل ويتنازل عن حاجات كتير، بس اوعى تاخد مني كوبايه القهوه بتاعتي. انا مديه لك قهوه، انا واحده بس شيرين طبعا من القلائل اللي يعني متبرعه عن شرب القهوه، هي اصلا مش انا ما عنديش ارتباط باي حاجه يعني ولا تعلق. انت مسالمه للحياه وللبيئه ولكل شيء. طيب دكتور، هل الازمه البيئيه اثرت على زراعه القهوه يعني بالعكس بشكل عام مما يدعو للبحث عن بدائل؟ هي يعني الأزمة البيئية أثرت على زراعة القهوة، وعلى لكن إلى حد الآن معناتها المعالجة كانت عن طريق تكثيف سبل الإنتاج، وما نراه إلى حد الآن هناك 20% من الازدياد في الإنتاج القهوة. ربما البحث العلمي وإمكانية إنتاج القهوة في مناطق أخرى بأقل مياه وبأقل أسمدة، ربما البحث العلمي يمكن أن يعالج القضية ونصل إلى بدائل، ويكون السيد جاد يعني مع كوباية القهوة في كل يوم بدون يعني مشاكل. لكن يعني البحث العلمي يمكن أن يكون 50% من الحل، و 50% من الحل هي تبديل وسائل وسائل الانتاج ووسائل الـ يعني الاستهلاك. نعم دكتور عادل بن يوسف، نشكرك شكرا جزيلا على هذا النقاش وكل هذه المعلومات. كنت معنا من الرباط.